أنس وأصالة وعدد كبير من اليوتيوبرز بحفل زواج عزوز عرور. من بعد ما أعلنت عزوز عرور عن خبر خطوبتها بهالسرعة على الانستغرام لمتابعينها واللي علقت عليها بحب وبداية جديدة، أخيرا إجا اليوم المنتظر، يوم زواج نور وعزة، حيث عرفت متابعينها على خطيبها نور وكيف تقدم لها للزواج بآخر فيديوهين نزلتهم على قناتها على يوتيوب. ما تتخيلوا قديش قلبي بدق، بس عن جد كتير 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 مبسوطة. هاي مرحبا. كيف حالك؟ تمام، خجلان شوي. وانا فبتاريخ 10/3/2020 كان يوم العرس، حيث أطلت عزة بفستان أبيض بسيط وتسريحة شعر ومكياج جد بسيطين، أما نور فاختار لباسه باللون الأخضر الغامق لتعلقه بالألوان والفن. فشفنا عدد كبير من مشاهير اليوتيوب بالحفل، من بينهم كانوا هيفاء بسيسو، هدي المرعي، مينا الشيخلي، صفا سرور، وزينب وعائلة أنس وأصالة. فالأجواء كانت جد حماسية. فبعد الحفل نشرت مينا الشيخ لها الصورة على انستغرام وكتبت حبيبتي واختي عزة الف الف مبروك، الله يهنيكم ويسعدكم. اما صفا سرور وعائلة انس واصالة فاختاروا مشاركة هاللحظات الجميلة بفيديو كامل على يوتيوب.